رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إن شاء الله تعالى وحيم سجرنا درسنا أصول السنة لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سيعود يقرون إن شاء الله تعالى رمضان كواسكا عوان لما عشرنا راس بحر لكن عوان إن شاء الله تعالى قبل قبلنا إن شاء الله وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أنت وحكا الله يا قفك هدي أي صور ران نفتي سي مال كيسة ضربين حولي سقاتان أما مال كيسة قاتان أما رير كيسة يا عروتي سي دولان كسويهين ama tuuga aha oo tuuga ahaan u soo wareeray muxuu qofkaasi ee dadka iyaga ahi ee kula dhaqmaya wa qitaal nusus tuugada la dirirkeeda tuugada inaad la dirirto tuura soo weerartay nusustu waxa weey kuwa qofka ku soo xadgudba naftiisa iyo maalkiisa tuugadaas naftaada iyo maalka ku soo xadgudbtay la dagaalankeeda iyo wal khawariji dadka mubtadi'ada ah oo soo weeraray aaymada muslimiinta la dagaalankoodu jaa'is mid banaan weeye ee la dagaalanto qof naftaada iyo maalkaaga iyo reerkaaga soo weeraray in la dagaalanto waa jaa'is waa banaan tahay idaa aradu hada usoo banbaxaan lirajul qofka fi nafsihi naftisa iyo maalihi maalki sabab haddii qofka naftiisa iyo maalkiisa soo weeraraan dadkaas lusuusta la yiraahdo oo ku soo xadgudbay qofka waxa bannaan qofka isaga ahi waxa uu sameynaya falahu an yuqaatila falahu qofkaasi waxa uu leeyahay an yuqaatila inuu dagaalamo can nafsihi wa maalihi naftiisa iyo maalkiisa uu ka dagaalamo oo micnaha naftiisa iyo maalkiisa difaaco ويدفع وعلنا يا عنها نفت حقيدي وكعلنا يا ويرك الوسو قاضي نفتي سو كعلنا يا بكل ما يقدر وحكستو أوده وحكستو أوده أي غفكاس استعماليا وليس له غفكا إساق أهمال هان أم أمسغنان إذا فارقوه هذي كتغان markay weerarka soo qaadeen iska ceshay isla markii way ka tageen meeshii xaafadda guriga ka baxeen aw tarakuha ma ay ka tagaan an yadlubahum inuu dalbado daba galo weerar bay ku soo qaadeen oo iska caabiyay way ka tageen inuu daba galo oo ka daba tago qofka isaga ahi xaq uma laha walaa yattabi'a aatharahum raadkooda inuu dib u raacana xaq uma laha laysa li ahadin qof xaq ula ma jiro arrinkaas إلا الإمام أو إمام كأه أو ولاة المسلمين أو مسلمين تم لحظة وضع أنت مركب حقوق دفاعية أنت أنا كهل لين قيبت الضمع قفك هذه نفتي سي مالك سلوغو صور روحه وصمينا يو وحالا ربعين وسكعر يو هذه الدقال قارتان أو لدقال لموه لكن مركب أي كم نقضيان وكتقان حق ملايين دبقره وحاك الدبقري كره كليه ما ملك ماشا كجره yaani dadka madaxda ah iyo hadda waxa la isticmaalaa booliska wax la mid ah umba daba gali kara isaga haday guugiisa ka tageen qofka isaga ahi xaq u malay inuu maaratay daba tago laakiin waxa u banaa naftiisa inuu difaaco nabigu xadiis buu ku leeyahay xadiiska Abu Hurayra wuxuu leeyahay jaa rajulun ila rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam nabiga calayhi salaatu wa salaam nin baa u yimi nabiga calayhi salaatu wa salaam nin ayaa u yimi فقال يا رسول الله رسولك إلهي أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي
رسولك إلهي وكور أن هديق في أنتو يماده ويماده مالك هيقى إنو قاته. قال النبي مالك وحجر فلا تعطيه مالك مالك أغسين نبا يمي وربان مالك أغقاته ورقوس وقاضي نبي وحجر هسين مالك أغا. قال مالك وحجر أرأيت إن قاتلني كور هدو إلى الدقالمه. قال النبي مالك وحجر قاتله إلى الدقالمه ذو الدقال دمعين حولاه كقاته نفط هذه مالك هذه للدقال. قال أرأيت إن قتلني رسولك إلهي وكور هدو يدلو أنيك مالك أنيك غير كيجي عرب تيدي مالك كدفاعي ورر مستو قاضي هدي أن دل كورا. قال فأنت شهيد نبي وحي أدو شهيد باتي مكاس أديك حولاه نفط هذه غير كاك دفاعي يعني قرقا يبع الله هذا أدو دفاعي قرقا هديس يحولاك دكانك هذا بخارك هذا دفاعية هذا كوي ما هذا لا دقال هذا يدل كور شهيد باته. قال مركب وحي لي أرأيت إن قتلته أرأيت إن قتلته هذا يدل كور وفي النفط هذه مالك يصور رأي قرية هذه أن يدل كور. قال هو في النار وفي إستقاه النار بأهانية مكتبك اللصوص الله يقان حكم كوضو واساس وحلم ده ذلك قاطع طريق الله يقان وضوينك استاغة ومسلمين تأرك بحية يقان والله دقال مايا وإلهي سبحانه وتعالى وحبران كسا كله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا يعني قاب كل دلائي كو إلهي رسولك سلا دقال مايا آيات روح كسو دقين مكي كهل ليس إنما بأنت النبي عليه الصلاة والسلام مقالة مدينة يمي بي حوغا انتي قمددين سو إسلامين بي قمددين مقالة كوان مدين دل طبيعي وحباها هي نبي عليه الصلاة والسلام وحي يرضي وقيل هل كانت جوغة قيل المسلمين تا عاني يكسو عبو عروشي نقر اسفال كيف لو يقان ماشي بي تغن وحي بي عن حوله تذكر الجوغة والله يعني. قولين وكا حيستين إلهي سبحانه وتعالى مكبا حكم السلوك الله إلا الله أمر لك اللي فتقان الله مسمار هذا إذا قاب يحب دلهم بالود لا يم، مكان النبي هو كذا بتجمع الناس وقاب تاني ما كسيدي بالود لا يم، تذكر مسلمين تام خلاص نيك ساس مية ساس اللود لا يم، النبي قاعد يسمع كل يه من قتلا دون ماله فهو شهيد قف كل مالك يسوس كذا يسلم دله سو حلس دفاعي قف كل دله هو شهيد ومن قتلا دون دمه ليه قيسا سو كذا يسقف اللود له سو نفس الدفاعية فهو شهيد ومن قتلا دون دينه فهو شهيد وفي الدين تيسا دين هم بلو صور المسلم يهب اللوغية ولا صور بي نفسي سيب الدفاع يبون أنت وشهيد قفاس ومن قتل دون أهله فهو شهيد هير كيسي قف سكديس اللي قد لي أنا سيب الدفاع قف كأساقا شهيد ويا وكا موضوعاني موضوعان بكساب سيئ وكو حلية هاي أنكو علي وحيا وقتال اللصوص اللصوص تا تو قدا لدر الكيال وكا صور راي قريقاقي نفتا دي مالكاقي يوال خوارجي مركاس عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ودك ويرري وحسابه كسميه خوارج بهاي خوارج تاع النبي عليه الصلاه والسلام بتمامه ولي بان لا دري دونا بتمامه ان بدن وحك الله علي رضي الله تعالى عنه اي الله جائز وبنانته هل الدغالم كود اذا عرضوا للرجل هذه الاصبا بحان قفك في نفسه نفتي سوى ماله مالك فله قفك سوح لي ان يقاتل عن نفسه وماله انه كتب الدغالم نفتي سوى مالك سبو قفك حق لي او يدفع عنها كعليه بكل كعليه نفتاس السجى إلى عليه دخل سوق هذا يورك بكل ما يقدر وحكست وأوده وليس له واسك الدفاعي ويكتجان وليس له قفاسي ملها ندا فارقوه هذا قري كفار وقال وكتجان أو تركوه ما كتجان أن يطلبه منه طبقله هذا ينحول سقاط منه ولا يتبع من راعي آثار مرات كودي ماذا بقلي ليس لأحد أرك أسماله إلا الإمامة أو ولاة الأمور ولاة المسلمين قفك إمامك أما قرداس أما قبلك أما الدقانك قفك هيستبع حق له أمام ولاة المسلمين يعني مدحض المسلمين إنما له قفك سيسبب حق له إلي أن يدفع عن نفسه نفتي سين دفاعه في مقامه ذلك ما يشع سيكون صورة رأيك ليه ما يشع قرق أيكو صورة ما نفتك الدفاع سين ويكو صورة ويسكر لي حدي ما قال الجيس كذا بس يما رأي أنا كتبة تحقق مريت وحوله الشيخ مركب وينوي قف كاس وحن يا سنة يا بجهده ذلك وصمينه إن من كاس يسكع لنا يو ألا يقتل أحد إنه سقف ندلين أنتوا كله اللي حنكره
حوليس هو دفاعنا يا نفسه دفاعنا يا لكن أنتوا كله اللي حن كرينه ودي له وينو كله دويا فإن مات هذو قفك إسجاه دينته على يديه يعني قاميه صدو قرنته في دفعه علنته وكعلنا عن يعني نفس نفسه في المعركة ما يشاء سيكون قال ما يا فأبعده الله وألها فوي المقتول كالندري يرحمك الله دقال باب عين أذو واحد إني سنة يسامر كإنا نقف كان نفر درين حولها الدفاع واستفاع لكن قعنت هذه قف كل نتي إنت دقال كسعودي فأبعد الله ألا هفوي المقتولة كان لدري ألا هفوي يعني قف إيساقه وعقابي يامك وإن قتل هذا ننك هدي لدره كورجا إسكالها حولها دفاعنا في تلك الحالة أرنت هدي لقدره وهو يدفع عن نفسه يسوى نفسه الدفاعية وماله مالك الدفاعية رجوت له شهادة قفه وحن رجاني يا شهادة مرجاني قفك قرق لها سوى نفسه مالك الدفاعية هدو ساكو بنته شوقو حويلة رجوت له شهادة قفك إساقا شهادة ورجانية إنه الشهيد يلا كده حديث النبي باكو عدو نبي حليه من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد كما جاء في الأحاديث سنة كتب أحاديثي وهذا آخرية نوية وجميع الآثار آثار تدمانتت أحاديث سوء أرورتي دمانتت في هذا أرنك كسو أرورتي إنما أمر وحل الأمر قفك بقتاله لدقالك سلام تانو الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام قفك يقصو ورقوري يحولاي ورقا تحسين ويلا دقالما لا دقالما باري نصوص توحي تماما يسائنا الله دقالته لكن ولم يؤمر لما أمر بقتله إن يدره قفك صور إنه يدره قفك مسلم كأهو أو توق أو صور رأي إنت أكور ريك تكور ريك حولها الدفاع معنا حولها الدفاع نفتها الدفاع لكن إنت إنا دشه إسكايلة لين كرتون إسكايلة مر بيتيجي يسأل لك مرمى من قفك وأدي شمك مركو ويرك يأديك وصع ذو نفت هذا وبغض مركو حلي ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه إنك سحديثك يعني وتولي أرأيت إن قتلني فأنت شهيد حضور لتكور إساقي فهو في النار ولم يؤمر لما أمر بقتله ندل ولا اتباعه دبقل كيسان لما أمر ولا يجيس عليه إن سرع أو كان جريحا قفك النفق أحباب قاري ندبا كل فتة مثلا هو رب الوصف هذا ونعوه أما حبابا كل فتة إن إسراع سيسه قفك كوم بنان قفك إن إسراع سيسه ومتقنا روح تكتو كوم بنان لكن تاس ساس الليضه ولا يجيز عليه كشي سينو مرسي أو بنان أما ديره إن سرع هدي أو دعوه الله هدوه من أن تحبه كل عدام أو كان جريحا بها وإن أخذه هدوقاته أسيرا هدو أسيرها مقبته يعني مقبت قفلان مقبت قل صورت ميت كم دقبت مك لو رمبك صورة ميت كم دقبت أنت كلو عرين وإن أخذه هدوقاته أسيرا قفلها هدوقاته ميت مقب صدي فليس له مبنى أن يقتله إنه دله كوحبا صورتي وإسكد دفاع عليه ميت بعد قبت مك ميت كاد قبتين هذه شكو مبنانا دعو أبوها إن أسرع سكون بنانا ولا يقيم عليه الحد حدنا كما أقول كرتيت أدو شخص باته قف صور أو عد قبتي أما عن تقول بتي رمي سحد بانكوي وصور ودلا يمرنس ولكن يرفع وجود بنا يا أدرى يا أكر قاضي أمره أرن كيسا إلى ما والله الله إلى ضدك إلهي سبحانه وتعالى ترد وبيبي أو فيحكم فيه أرن كيسا حكميا هذا بوريس أو يرسى سيدي بلغة قاضي لكن ما هينا متقنا هذا هو أدريس هذا موضوع عام كي فقه كهلا يبغى دفع السائل هو حلو يبغى قفكو إنه سكيل على يو سكيل دفاعه ضد وير قصوا هاي سجل نفتي سيا مالكيس أقول حين يروح قفكو هذا كله تسوي الدفاع يا وشهيد ويا نفتي سيا مالكيس دين تيس غير كيس سوى الدفاع يا هذا كله أنت وشهيد عدة أودلوا لو ما هستو ما ندري وصو عدة أودلوا لو ما هستو قف دعوة عدو قبطي كمده أما قف بو قبطي متى بنا يا مدري اسم الرعسين يقف كاس
وحرا وجود بناء عدة مركز ما ملكه هاي سويا يجا حتى كوي ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة رحمة الله موضوع إذا حتى إن كهل لإني ومسائل فقهية ويان عقيدة أنت بدم كتبت عقيدة لو مسوقات مركز الشيخ يعني مؤلف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب كيسة وكتاب يعني أصول السنة أوية عقيدة الله جه الله يعني مركز ويحو قصة وترى وحياله خلاف كل جريان مركز أيضا ولي بدتك أهل بدعة هي أي دلشان جريان أما ديد جريان موضوع عام باكم إذا وحا كم إذا وانت قدونا رجمي رجمي يعني بينيين قف يعني قور صومر والسنايستي دلك اللي دلال لقى حلو قدر أيوه إيوه بيبتغان بيني جريان مركز وحيالها خلاف كل جريان أبوك يعني ومع ذلك وحن قلنا كتاب تسوع عقيدة كما أوصنا هلين الأسماء والصفات الأسماء والصفات وكتبت عقيدة لو قال الله شوفوا كما هلين لكن واحد يروح يسوي سكليان بلوغ وبلوغ أهيد قفكم إنه قصد كتاب الله سبحانه وتعالى يسوع النبي عليه الصلاة والسلام موضوع أيضا فقهي أنا أما كتبت فقهي لو يقال إنه أسوء قليل خلافك أهل السنة هيو ضد أهل البدعة كده هي مكايجة ولا نشهد يعني ولا نشهد قرن بينه وغمر خانتي كعمينه على أحد قف ومن أهل القبلة ضدك أهل القبلة كمدة مسلمين تكمدة بعمل عمل سميي بعمل عمل أو يعمله سميي وغمر خانتي كعمينه بجنة جنة ولا نار نار وغمر خانتي كعمينه شخص معين إن أتلاد قف كان واهر جنة لهوبلا يعني قف كان واهر الجنة إن أتلاده قف معينة معها لما قبل أما أترقف كانوا أهل النار إن أترادوا إلا يعني نصوص إذا يوم العودة مويان مثلا عشر مبشرين وكلا طبعا كي جنة اللهم بشاري هو أسنبي غاشي وعرنس أبو بكر وأهل الجنة وها عمر أهل الجنة وها علي حبسة سوكلا نار تسلوك الوية قف عمل أسميه وعرنس قف كانوا أهل النار وية لكن قدام وعرنس أمحي لذلك قال دوحة سميان وأهل النار إلا إن نسكس أرورموي قفقاس النار وياه سيدا أبي الله بوكال سيصل نارا وراك الله سبحانه وتعالى وحو قلدونا نار بو قلدونا فحالة ديدا يمرك قف معين أي نسكس أرورينا ترى قف كان وأهل الجنة أما قف كان وأهل النار وياه ساس مكو حول لي ولا نشهد أنه هضان نهي أهل السنة والجماعة عقدة أهل السنة والجماعة وحكم ذا إن أنا أقر وقمر خاتك عين على أحد قف أمي أهل القبلة المسلمين تكم ذا بعمل عمل وسميه عمل كاسو يعمل وسميه بجنة جنة ومن خاتك عمينه ولا نار نار ومن خاتك عمينه لكن سجدا من يعمل سوءا يجزى به قف مهدم بقلوية القرآن قال الله سبحانه وتعالى كل يدك وناك سمية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن صمارت فلنحيينه حياة طيبة تساسك القفك وناك سمية يعني قد وناك سميان وخيرك سميان أهل الجنة وي سجد لكن قفنا تراده لما أقل نار تسلوك رويا نبي عليه الصلاة والسلام بمالما الماها كم إذا وحل لوك يعني أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي من سبيان الأنصار عنو يرو بنتي عنو يرو دائي يرو بنتي عنو يروي وأغان قارن وردنتبع النبي لو يارب قبري فصلى عليه النبي وكنت كذب مركو النبي وكنت كذب عائشة وحيتري طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة الله أيام بدنا عنو قاني وشمبر شمبر هاد جنة كم إذا بيتر يعني إذا وحكا وضع عنو يرون تبكا وضع يعني دمي مره جنو قليا طوبى لهذا كانوا أيام بدنا عصفور من عصافير الجنة وشمبر شمبر هاد جنة كم إذا وي ما يشوف دون جنة كم رأي ما دام المجري هاي لم يعمل سوءا دوري قدام بما أنو سماين بيتري ولم يدركه من أبو قارن بحيلة قدام بيقال لو قر لها نبي إسلام الكم في عائشة أو غير ذلك وها أنت أموس أرك ساسا هنا كلويا عائشون أرك أموس ساسا هنا شيء جيد خلق الله الجنة وخلق لها أهلا إله الجنة هو أبو ري الجنة دبا لو قلت لك الجنة قلية وخلقهم في أسلاب آبائهم يو كجرة نبرك أبو بقى الله أبو ري سيدك النار الله أبو ري دقار الله أبو ري مركب عنو كان
إلهي بقى يقوى وحسامين لها مركب ما قوين كرتيد ما قوين كرتيد هبل حتى عروتي بقى لدينا سوما عرتين مركبنا تراد هبل جنة وقفكان وأهل الجنة أما قفكان وأهل النار ما أها سيدا يقبان أهل السنة والجماعة قفكاس سقاهي خير بالور جينا يا أتراد أنا عبادة بذن خير بالور جينا ولا نشهد قرمين ومركا خاتق عمين على أحد قف من أهل قبلة أه بعمل عمل ويعمله سمي بجنة ولا نار جنة هو مخانتك عمين ورمين قف كان أهل الجنة نار هو مخانتك عمين ورمين قف كان أهل النار لكن محا سمينينا نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المصيء المذنب ونرجو له رحمة أو رحمة الله سبحانه وتعالى نرجو للصالح نرجو أو رجينينا لصالح قفك وناك السمائي خير بأن رجينينا ومع ذلك ونخاف عليه ونبقينا يعني بين الرجاء والخوف قفكاني خير بو سمائي جنة أو رجينينا ومع ذلك وحال لأنه ونبقينا قفك الدنيا باكد عكرا ولوغ مكرا ونخاف ونبقينا على المسيء قفك حمانة السمائي المذنب الدنبك السمائي دنب لها ها وهو بغير أن عذاب قروه ونرجو له رحمة الله ساس يتهنى ذنب كستو سمينا حريست إلهي متقن نبان ورجينينا مرك إن لقويه قف كان أهل الجنة ويا قف كان النار ويا عمل أتقوا على تسو سمينا يا سالمين هذا أما جوزوان شيني نبي واحد سبحانه كل هاي لا يدخل الجنة من كان من في قلبه مثقال ذرة من كبر وأراك تضع كبر كبضان قف كان ذي قلب كبر كجرو الجنة ما جلايه هذا حديث كفير معي نبي الله لا يدخل جنة قد تاب يعني أو نمام جنة ما قال وقف يعني ذاتك تسكدرة وسجود ويا لكن سجار لم يقل ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن لقي الله قفك الله سبحانه وتعالى كل ما بدم من دم بكل كل ما الله سبحانه وتعالى دم بقاس يجب الله واجبنا سجى به دم بقاس النار نار واجبنا سه قفك إله الله كل ما يسوق دم بكل عيد دم بقاس النار واجبنا لهيت تائبا أو كتبت كياري غير مصر وأنا هين مد كسعة دم بقيسي غير مصر عليه أنا هين قف قصة على ذنب جيسي فإن الله يتوب عليه الله وكتب الأقبالي قف كذنب وكرد عين ذنب جاس وقف كالنار وكيانية هدو كتبة كان وأنا مارت قصة عن ذنب جيسي وسبسيس وأنا كتبة كان مربو كرد عين وكتبة كان فإن الله يتوب عليه مركب قفكو هدو توبة كانوا إنه ذنب يكون نقض نقض ماه أذكر متقين تعالى سبحانه وتعالى في الليل هاي الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صمهم ولم يصروا ذنب جب كبد عي وكتبة كان كمان أي شيء صعن ذنب جب مريك كتبة كان كبعد قف كنوع عاصم مركا ذنب يقص صعن ذنب يقول نار كان يقبض عي وكتبة كان قف كاس فإن الله يتوب عليه الله وكتبة أقبله ويقبل التوبة الله توبة وكأقبلا عن عباده أدوم ديسا ويعفو الله وعرف عن السيئات ذنبياشي يعني آية هاي شورة كجرتي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات تيبو مرشو كمارتي ماشا كان صدي مركا دنبي قفك الله سبحانه وتعالى هدو دنبي قلو قفك دنبي قلو نار كيني هدو كتوبة كانوا وانو كنو قلو الله وكتوبة قبلي نبي حد سبحك لي هاي من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه قفي كتوبت كان الدنب وكرد عين انت نقول رحض كسب بعينين على قلبيتها كسب بعين تاب الله عليه الله وكتب الله انت نصور انت نقول رحض قاني حل قاس الله سبحانه وتعالى وكتب الله بلاي حديث كلا وحب الله سبحانه وتعالى يعني حديث قدسي ما يحديث عادي والنبي وحب الله هاي إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إلهي قفك توبري سواك أقبلا ما لم يغرغر هل كان تين إيمان مركا حديث واحد المامي يان قفك أدو توبتك إلهي سبحانه وتعالى كفره
الله سبحانه وتعالى الله أشد فرحا من توبة عبده إلهي سبحانه وتعالى أب وكفر حقفك أدوم كامل توبتك كانوا نبي أن تسهلك به ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه قف قال الله كلمة واحد جرت مركب قف الدم يكون دعي طرد مركب السلام كاهد أي دم يكوبتي ووسينا يستي ولا جردي أم ولا رجمي وحبو حضي كعم بالرجوي دم قف كنوع عاسو الدم يكون دعي دم بيجي أدون كمركب حد لوجا أوجي حال كيس سيف النقرة يا مركب قف كيسها ومن لقيه قف قال الله كلمة الله سبحانه وتعالى وقد أقيم عليه لحد يسوى حد كلا جس أوجي ذلك الذنب dambiga oo ku galay xadkiisa laga soo ogeey fi dunyada dunyada inta dunyada joogay xadki laga ogeey dambigu galay fa huwa kafaratuhu kafara muqnisa kafara muqnisa en oo kafara minaa hawaye dambigi marka uu galay kafara muqnisa ay waa loo dhaafaya way maadaama xadki looga soo ogeey ee adduunka intuu joogay la soo ogeey حديث من النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ومن أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة يعني قاب بقرة روية كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلا عبادة بن سامة رضي الله عنه في الليل هاي النبي عليه الصلاة والسلام بوحي يري بايعوني على ألا تشركوا به شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا النبي وحي تري يعني سرد الوجه ممتحنة كذا شيئا بيعة النساء بيعة ذلك هذا أي النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقاعد إني وحب حدين إلى بيعة تما إني شرك الإيمان إني عروت لا يناني مركو دمي النبي وحي مركب فما وفى منكم فأجره على الله وفك أو في يوم بلنت هذا إلى قلاية أجر كيس الله حق يسكيريا ومن أصاب من ذلك شيئا وفك الدم بيجا عن صوش شيء متكم إذا كدعة فعوقب في الدنيا دنيا العقاب فهو كفارة له كفار المغنسة ومن أساب ذلك شيئا قفك الدنبي هذا مثل كمذا كل عين ثم ستره الله الله قريي وكردويه قفنا الدنبي يقول قلي حتى كبال لقوه كاس كفار أوته كور قف بها الدنبي قلي إلى هنا هو أسطريو عيد أوجي مجل الدنبي قاسو قلي نبي قفل لي فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه قف قاسي إلهي أرقسو هانيا هدو الله دورنا وعقابيا هدو الله دورنا وحويان وعفنه ومن لقيه قفك الله كلمه الله سبحانه وتعالى وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا سوى الله قصه أوغي حد كي ذنبك وقلاء دوك الله قصه أوغي فهو كفارته قف كفارة سنة قنيسة كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له تنوح ويان قف با دنبي قلي دنبي وحو كينيا نار وكينيا قفك عقاب وكينيا مركا ما توبت كينيا لك دنبي بكو سعودا دنبي بكو سعودا ساسو قلت دنبي وهدو الشركي هاي مك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويا مع السلامة قف قاس أما دروب كلا هدو قفك انتو كل عاي ودنبي هذا استغلس سعودا سوى أنك توبت كينيا كل انتو قفك إستغابو كهلا يوحو ليه قف قاس إلهي سبحانه وتعالى بوهانيا هدو الله دون ود مدافع يا هدو الله دون سبحانه وتعالى وعقابه ومن لقيه قفك الله كلمه الله سبحانه وتعالى مصيرا يسقو سعوتيه كصعده ذنب جيسي ذنب بكون دعي سيد بكون صعده ورجس ما له بكون دعاء ما له بكون دعاء غير تائب من توبة كان غير كيس يعني أن توبة كان من الذنوب الدبياشي آلة الدبياشو قد استوجب بها يعني واجب نيسي العقوبة ذنبها عقابته ذنبها عقابته كان أي وقف كان كل دعي كمان توبة كان وأنا سلاس على مر البواصمية مر البواصمية قف قاسي حير فأمره إلى الله إن شاء عذبه أركيس الله سبحانه وتعالى حكيس وانا إن شاء عذبه هدودنا له عقابيا وعذابيا وإن شاء غفر له هدودنا الله سبحانه وتعالى هدودنا الله سبحانه وتعالى ود بدافيا مرك قفنا قفنا عمل كيسة قفنا عمل كأسوق وصميه
عمل هذا السماء عمل كسمين يسيت جنة كهب بعد المايو عقابنا كهب بعد المايو يعني جنة كل مايو إلا إلهي سبحانه أنا حريص السمو يعني مركي سجى تدونك عفا وعفينا إياه تدونك ما تغنى عقابي نبي عليه الصلاة والسلام هاي لن ينجي أحدا لن ينجي أحدا منكم عمله قف إذيك يعني كم إذا عمل كيس وما بتبعدنا يوم قف إذيك يعني كم إذا عمل كيس وما بتبعدنا يوم قالوا ولا أنت يا رسول الله رسول كلا حتى أذقى نبي مركو حجر ولا أنا حتى أنقى إلا أن يتغمدني الله من رحمة إن الله سبحانه وتعالى حريص قريه موية لكن نبي مركو حجر سددوا وقاربوا وغضوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه لكن واحد لقاها ربا دال بل لقاها ربا إن عمل في علاتي ما دلاشا لقا دوني ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له انتو ورعين كسو هل لنا وحي هايين قوفك الدنبي وكربعي او مسلم كاه او اسلام ما كنت ومن لقيه قوفك الله سبحانه وتعالى لكل ما ومن كافر دث قال لك مده يسوه قال ابو الله سبحانه وتعالى كل قيامه عذبه الله وعقابه وعذابه ولم يغفر له الله سبحانه وتعالى ودب الأثمان إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به قفك قال كآية دخلت قال نمو يسوه قال دخلته الله وحليا فلن يقبل من أحدهم مية كمن رجاء أقبل مايو ملء الأرض ذهبا قل كم مقص ذهب رجاء أقبل مايو قال لما قلت انتين بل كم مقص ذهب دو كان جنة ربا لقي يلي مايو هذا اسكو فرناي مركا لكن قفي قال كها قفي قال كها هذه الله سبحانه وتعالى آخر حياتي من بشهادة قفك سليمي قفك خير بالور جنيا نبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب ونفتي كسي بحيسو مشرقنا أها وليس مشرقها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أديرو قل لا إله إلا الله وحتر هذا لا إله إلا الله كلمة كلية ويل وحاج لك بها عند الله ما أنت قيامها الله سبحانه وتعالى أديك يعني حجاتها يدوك ودوضة لا إله إلا الله بسته مركا دقفك آخر حياته وشهادة طوبت كيانا هذا النفط هل كان سوق جاري والله يقبل أيها وقت النبي عليه الصلاة والسلام وصوم الرئيس واليهودية ويمي ومركز الشقين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحنصا وقت النبي يقولها يعني واحد رأى لا إله إلا الله مركو يرنا لا إله إلا الله نبي وحي يري الحمد لله الذي نجى من النار ومن لقي وقفك لكل ما الله سبحانه وتعالى من كافر قال يعني قال هذا حقيقة وقف قاله عذبه الله وعذابا يا ولم يغفر له الله سبحانه وتعالى وطن بلا فماي من كفوا على غير ربع وحركة سجالة بدون عمل في عن صمين عليه صدقات وحلم له شرط بكم مقر إيمانك بكم مقر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ثمانية وهو مؤمن لكن حديث النبي يقول لي قف قال كهاد وناك صمان صمايو أدون كهلو بدله قف قال كهاد عمل في عن صمين أنت أدون كجوا أدون كان لوج بدلا وعاف مات كيسي عروت كيسي غير كيسي دقاريس عاص لكن ما كل قيامات وقف كيس جاهي عقابه قليا لأن شرك بلي إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار الله سبحانه وتعالى والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينه وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون كان موضوع عن كهذا لأويا ويعني كصاب صنا يعني كتبت عقدة سوقري شيخه لأن ذاتك أهل البدعة بضم كوي ويديدا رجمي يقفك لرجمنا أيها وحول لي مركب والرجم رجم انت طقح اللي قد لا يقفك السنة يستوى كورك صومري حق وحجروي حق ويا يا مرك حق لو قل لي قفك سالوك لايك هويه على من زنى قفك السنايستي وقد أحسن كاسو سوق قرصدي قرص عمري إذا اعترف لكن قفك اللي سكدر ما أيوه وهل الرباء إن شروطه ماذا إذا اعترف هدو قرطه
oo yiraahdo maxay waan sameeyay arrinkaas nabiga kaleey salaatu wasalaam dadku rajmi mina maaz yaba kamidaha nin kamida nabiga wuxuu yiri waan sinaystay nabiga ka jeestay soo ku soo wuxuu yiri rasuulka xadkayga waan sinaystay waxa nabiga wuxuu yiri culdaar gona uu raadiyay armaar ku katay oo ku adkaystay waan sinaystay qof buha markaasi doonayay in laga oogo xajkaas yaani xadkaas oo hay iimaan ba soo kaxiyay ciqaabka aakhira kala weynaaday kan adduunka watay gabadhu yaani uurka nabiga u timi haweenay uur leeba nabiga u timi yaani sina ahaan marka nabiga u timi oo ay u sheegtay in xadka gashay in laga oogaan rabto nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu dib u noqo ilmu ma ku dhashano soo laabo qoftaas dib u laabatay intaasoo biloodba caloosha uur ku jiray ilmihii markay dhashay bal u fiirsada iyadoo ilmihii wada timi oo tilmaamkan ilmihii waa dhashay waliba heer wuxuu gaaray uu ismaamuli karo isagu ee xadka laga oogo kana nabigu wuxuu lahaa wallaahi gabadhaana waxay toobad keentay toobad haddii 70 qof oo reer madiina loo qaybin lahaa wada gaari lahayd والرجم رجمك دغ حقفك لو دلايو سنه يستحق حق وي على من زنى قفك سنهستي وقد احسن اسقو غور سومري اذا اعترف هدو قفك غيرته كو او امسه قامت عليه بينه الحجه كوغتي عدا يعني قامت عليه دش سوا وخا لو اوغي بينه عدين با لو هيا مرخانتيال با جوغا او قفكان شيغاي انو قفكان سنهستي اما اور بايني تاسو كده اما اور بايني marka nabiga kaleey salaatu wasalaam ay doonaysaa wallaati yaatina alfaahisha waxa u dambeeyay ku jirtay aw yaj'al allahu lahunna sabila nabigu wuxuu gurgooda ku hayay markii hore marka nabiga loo keenay dadkaas oo sinaystay nabiga kaleey salaatu wasalaam inta ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo dejinayo xukunkooda guriga ku hayay allah ayo ayad ba soo degay marka ayadka soo degay nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaadki sheegay sida loo galaayo nabiga kaleey salaatu wasalaam hadiis cubaada wuxuu leeyahay qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabigu wuxuu yiri khuduu anni wariga qaata iga qaata iga qabsada qad ja'ala allahu lahum sabiila ilaahi subhaanahu wa ta'aala wadu bihiin dadkan oran jiray guriga ku haya albikru bilbikri jaldu mi'atin yaani qof guur aan soo marin oo ka sameystay qof aan guur soo marin boqol goor baa la garaacaya jeedal la dhacay iyo wa nafyu sanatin hal sanada magaalada baa laga dhayay ninkii wuxuu maanta ku sameeyay wa sayibu bi sayibi qofkii yaani guur soo maray ama gabadhi guur soo martay oo sanaysatayna nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri jardu mi'atin war rajmu boqol goorna waa la garaacaya dhagaxna waa lagu dilaaya xadiiskaasi yaa muslim baa saaray xadiis kale waxa uu leeyahay laa yaxillu dam imri'in muslimin qof muslima dhiiggii soo banaana إلا بإحدى ثلاث صدح مدكود موية صدح مدكود مركب أفضل نقضه فهل الدليا رجل زنى بعد إحسانه قف سنة يستمر كو سوق سنة كبعدي فعليه الرجم رواية كلا وحدة الثيب زاني وتارك لدينه المفارق لجماعة والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه حجة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام هو رجمي oo arriga waa sameeyay dad sanaystay guur soo maray nabigu dhagax ku dilay wa qad rajamat al-a'imatu a'imadi ka dambeysay ar-raashiduuna ahaa yacni khulafaa ar-raashidiin ku wayaane iyaguna way rajmiyeen oo saa way sameeyeen Cumar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu baa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu ku khudbeeyay wuxuu yiri in allah qad bacatha muxammadan bilxaqi ilaahay subxaanahu wa ta'ala maxamed xaq buu la soo diray وأنزل عليه الكتاب كتاب الله سودجي دوشي سأل كتاب كسودجي فكان مما أنزل عليه آية الرجم وحيالي كسودجي نبي عليه الصلاة والسلام حكم ذها آية دي شيء كسر رجم في سورة التوبة كجتي آية مركا يعني قراءة دي بالنسخية لكن حكم كذي بجوه قراءة دي بالنسخية لكن حكم كذي بجوه marka wuxuu yii qaraanaaha waanu akhrinay oo wacaynaaha waanu yani xifdinay wa aqalnaaha wa iskumida waxa weeye maskaxdan ku qabanay farajama rasuulullaahi sallallaahu calayhi wa sallam nabigu waa rajmiyey dadna waxaa soo sinaystay wa rajamnaa bacdu gadaashiisa nabigana anagu waan rajminay
فأخشى أن طال بالناس زمان وحن كبغيا ضدك إنتي وقت كل إرادو أن يقول قائل إنه من إرادو ما نجد الرجم في كتاب الله كتاب كلاه يقوم هينو أيد الشيكة الرجم ساسا كبغيا فيضل بترك فريضة أنزلها الله ضدك مركا وكل ميو أما أي لمان تجد أي كتغاين فريضة الله سبحانه وتعالى وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو حبل أو اعتراف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نسونا ورجمي وأرنكاس وسمي عمر نوارته وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ورجمي وقد رجمت الأئمة الراشدون خلفاء الراشدون وحويان يقنا ويسمي ورجمي فعلا والله أن هذا ضير هذا يعني رجمي قاس دين تكمل ما هي حلمها لأن قفك الدينة أرجع زي النبي والسمي وأقول له الله وحياه وسرت كمدها وحلم ذي قف كتابك الله سبحانه وتعالى تسبيني بالمديه ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما حالا قصوا هذا الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسلؤك الفضل بدينهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا قال المصنف رحمه الله تعالى ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما موضوع أخذها الله يوه وحن كسو هذا الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسوق لفضل بالنايين مالك الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كل إله سبحانه وتعالى لقد رضي الله على المؤمنين كله غالبك الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة دقالك مثل هذا يعني دقالك الأورنجري تبوك والله سبحانه وتعالى قال الآيات خاص مرح صحاب النبي وكل قوت وحويان وحل الربائين يكون نغضان كو إله سبحانه وتعالى أماني أدين أمان بك هدوني ومن انتقص قفك هوسو بك نسقامية أحد قف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قف صحابة النبي كمده أو أمس أبقضه عروضة أو عروضة بحدث كان منه حقيسة كأهاتي عدد حقيسة كأهاتي يعني علي إيه مثلا عائشة ويسقبتان علي إيه معاوية وأكتم ويسقبتان حدثات كنوع عاسو حياة نوع عاسو كلاه أحداث النوع عصو كلاه قفه وعروضه أو أما ذكر الشيء مساوئه حمانتي الشيء
وصحابي هبل لصحابي قال إذا واحد سوى حاس مسلم يحمان الشغل كان مبتدي عن قف كاس مبتدي ويا والشعادة اللي ويا قانا يا صحابي النبي عليه الصلاة والسلام أفلق قادين وحش الشغل بل وحيد بل مدير هذا وتيان صومر أحد من حمل هذا قفكي عاية صحابي النبي عليه الصلاة والسلام سيب الشيخ خين كم قفك عاية فقد كفر قف كاس وقالوا حتى يترحم إلى متقى النار يعني رحمهم الله ويراده قلنا حريصته عليهم دوشوا هذا جميعا لما انتظر ما كلا سوق هذا يعني هبل صحابي جاه رضي الله عنه أو يعني رحمة الله عليه وكلا ساس راده أو يكون أو هذا قلبه قلبي يسو الله بيقى سليما وعلى رب قلبي يسو خوفك يقول نقونا يسليم النقض أبت القضايا النقض الحمد صحابي النبي ما كلا لما انتظر إلهي سبحانه وتعالى أماني أذينا بحكاية دونية وحوية إنا جعلات بحكاية دونية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا آيات كاسم كل واحد شغيان إن الله سبحانه وتعالى صحابة وأمانة ويا مركز صحابي كم إذا صحابة يا محبك يا قاري محايا لي هذا واحد أحمر حتى بالمدوح إلى ذان يعني اجتهاد بها إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وحي هاي قوه دلاله يبي هاي حق قوه دلاله يبي قف وقف فكره اما واسب فكره وحنا صور مركه النبي عليه الصلاه والسلام يقول قف وهدو ودالو انا قد دالو واسيب لبا اجر بولي هدو ارن قد دالو وسلو حق على الرادي وقفنا هل اجر بولي مره دم مره مركه ساسه لغا ربا صحاب النبي عليه الصلاه والسلام والنفاق هو الكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره والنفاق نفاقنا هو النفاق الكفر قال لما ويا قف قد المنافق لما لا يهرب نفاق لا يهرب قف قد سوى قال لما ويا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم يعني قال الذي بالجيران أذيك أن تشرك هذا الجيران صفك سوف رسنا عبد الله بن أبي بن الصرو وقرن سام صفك سوق لا تكن أيه حكوا بنا كم رفوا بحنا وكل أيه هاي ما قال ذن مدينة قف قد شرفت بدن باكوها ردونا لا تكفين بالله سارة يا النبي عليه الصلاة والسلام بليه لا يخرج لا الأعز من هالأدل بل الله عزته ورسوله مركا ذاتك النوع عصو كلاه وحلم ذاتك ما أنت لو يقن على المانية ذا لم يده ودين الإسلام كلا دينه إسلام مش شيء غاي إن دين تلسك حكومة لا ما هو كلا وهو حكم لي دين تلسك حكومة الله هو دي بدع ما أنت ما قبل حجاب في قاضنا يسوره بعد دين ما ويان قتل الله بحياة ساس وحياة الله سوى المانية ومرافقين عادوا ويا والنفاق النفاق هو الكفر قال لما هو أن يكفر بالله يقفك إنه كقاله بالله سبحانه وتعالى ويعبد عابد غيره عدا الله ويظهر الإسلام إسلام كموجسته في العلانية مغشد قفك مغنيسة كرك قفك فأوحى كم مغني إسلام مدي صلاة تكنية أذان كمصور راعي وصاشي ماني إنك استكدت هاي قرآن كتر ماما يعني قال له الله سبحانه وتعالى يعني ما تكنية إلا ما تقنى وهم كصارى عاجز يكون جرها الوار كريه بكتها يقول حكتها هي محل واقع الله نوح لإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني قراءك لو حلي هذا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار حتى قالوا وخصهم قوس مرايا إن الله جامع المنافقين الله حلي المنافقين تيجي قال الله وخصهم كل منها يا جهنم برمت ويظهر الإسلام الإسلام في موجنا في العلانية يعني علانية سدى موقتة مثل المنافقين سيد المنافقين الذين كواسوا كانوا لها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مركب منافق وقال لهم أيضا مركب حديث الماما على مدها منافقين والله قف مسلم المنافق يعني كدعي كتا إذن ما حال سمعنا يمك نبي قف ليه صلى الله عليه وسلم قف ليه وقوله نبي قولك سيها صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق ثلاث صدق وحياله من كنا فيه قف قال جهره ودحلي سهران فهو منافق هذا حديث كسائر النبي كمها إذا حدث كذب وإذا وعد خالف وإذا أتمنى يعني صدق لا سبي قف هذو متقان شكينا يبين مشيعيا هذيل لا آمن وخيامايا هذو بلن قالنا ودي بودعاي على مرها من نوع عسكلا قف مركو شكينا يبين شيعيا ديو هذو بلن فوق تقولناي وعلى بعض المرافقين هذه لو أك مركا قف مسلم المرافقون لو أقول وحيال محل لي مكاس قف كاسي الأورن ماي وحجر نفاق عملية هي النفاق عقدي نفاق عقدي جاي واكن مرافق أمسية هي وهالنار كاه
تحقق نفاق عملنا وحوية وكان هذا كله قف مرة شاكينا سقف مسلم هاي ومؤمن ها الشاكب بينا كده عادي أنا بلن جوي مرك عملي بقى كله هذا قف كاس يعني ساق وقالوا معي مرك وحول لي حديث قاسو كله هذا على التغليظ وأتكين قف كله وأتكين يوم يعني قف المنافق من غنى لك ولو أتكين يا نرويها ونورينا حديثا كما جاءت سيكوتيني ولا نفسرها ما نفسرها إنه مورينا قف والبؤو بين شيئا ومنافق لغنى نعم وقوله يهدل كيس النبي عليه الصلاة والسلام باللمده لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ذاتك إسلينا يا حديث كانوا حتنام يدب الله بتيانو قال نغدين مركا ما قال نغرأي لابره ربا يستر المسلمين وإسلائيين حديث كانوا حتنام يدب النغدين قال نغدين مركا في الإيمايا وعلى التغليد وي والله وعد كان يا سبت واحد عضي الله يقول القرآن في سورة ليه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتروا فأصلحوا فيري لبر يربع استريرين دقال بعد عام يشي حالي يمرك وإن طائفتان من المؤمنين إمام بالله مركزاكم نقول ما يام لا ترجعوا بعد قداشة له الله بنين كفارا قال لما ضلالا أهبادي يعني يضرب قراء بعضكم قيبتين رقاب بعض قبط قورت قولتك إسلاحي منه ومثل واحد لم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان هذا لو مسلم كلمان بسيفيهما لبضوا السيفات يعني إيه أصلين أيها فالقاتل والمقتول في النار كي لدلي يكي واحد دلي لو نار تقليا لقى موضى مركا لبضى من ساس نار تقليا لك واحد على التغليظ والوقت خينيا وفكان مؤمن ويا مسلم ويا دم بقى ساكا نعم marka wuxuu leeyahay hadiis noocaas oo kala ah waan dun oo marayna kuna fasiray meena sidee ku fasiraan hadiis wuxuu keenayaa nimanka loo yaqaan mu'tazilada oo kale waxay sameeyaan dambigaas qof ka dhacay ama dambiga noocaas qof ka dhacaan qofkaas waa gaalba ku leeyahay aakhirana khalid mukhallad way finaar buu yahay laakiin saas ma oranayaan ahlu sunna wal jamaa waxa la mid ah oo midna sidoo kale sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr hadiis barnaay سباب المسلم قف كمسلم كعيدي سو فسوق فاسق نموي قف مسلم كعيدي فاسق بات وقتاله دل كيسنا أما الدجال كيسنا كفر قال لموي ما كم قال لما دي ما ورنا قف كان واسيد قال كو كلام ما يروح له على التغليظ ساسا مو مرينا هو قال يسين ما يقف قدم بيا خدعي سيد إيه سمية المحايا إيه قولي هذا جهمية يا شيخنا ومن قال لأخي يا كافر قف كو ولا له كلها قال يه كلها فقد باء وصول الله بنا بها أحدهما الله ومتكم إذا قالوا بيه مركو على التغليل حديث ثاني ومثل واحد لم إذا كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق كفر بالله ويا الله اللي قالوا بويا تبرؤ قفك بري كم نغضوه من نسب غير كيسة نسب كيسة وإن دقها بإرادة ونحو هذه الأحاديث أحاديث ثاني وكلا يمما قد صح وإحنا نبي كسرنا هذا أو حفظ لك حفظي فإن النقو نسلم له وهو قاسمين وإن لم نعلم هدانا حتى أقون تفسيرها تفسير كذا ولا نتكلم فيها كهل مينه ولا نجادل فيها كدود مينه ولا نفسر كفسر مينه هذه الأحاديث أحاديثتان إلا موية مثل ما جاءت وحي كيمي لا نردها من علينا إلا بأحق منها يعني سلا وحق سنما هاني سكر وعلمين مركو حصل لول لي هاي يعني سانو الشغني خوارج أهل بدع غيب كمده ويكون قال السيان معاصي لا إيمان يان قف كدم بيا كده حي كله قف كاني أدوب يعني مثلا دم وين بقول دعي وحي كله وقال أدوك آخر النار تجاي ما كسياس الله خلافه يعني والجنة والنار مخلوقتان قد خلقا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقرضنا أن وقصه من كتاب كرسول من الوصول كها dad baa waxa amsiyeen waxa lay iraadaan naarta iyo jannada wali lama abuurin hadhow waa la abuuri doona marka aakhirada tago tii marka difaacaya wuxuu leeyahay wal jannatu jannada iyo wan naru naartu makhluuqatan hadda waa abuureen qad khuliqata wa la abuurey kama jaa sida ku timi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam nabiga alayhi salatu wa salaam sahabadiisa halay an rasuulillahi nabiga sida uga timi marka dad hadda ahlu sunnah kamid culuma kamid ahlu sunnah aan umalayna ka akhri ibn qayyim kutubtis min kamid way qaban hatta in jannada iyo naarti aan wali la abuurin
مرتيبو سوغاين ابورته وخه ليه النبي جيبه كسوغانته وخه النبي او سوغانته وا تمك النبي وخه يري دخلت الجنه جنته ان غلى فرأيت قصرا غريبان وا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى النبي وخه ليه جنته ان غلى وحان كو اركي غري وين بان كو اركي هاويني با اكتاغني مركاسا وحان غري هي اسكله وخه ليه غري عمر ويه هاس تاسنا وين تي سويا وان كعرري وحان كبقي سو خصوصت عمر انه مسير بدن يحي ساس النبي وقت عمر او يو وخه رسول الله يوم مدان كان مسيريا marka nabi jannada an galay bulay wa abuurta marka wa raaytul kawthara hadis ka tuu jannada an galayo waxaan arkay kawtharki wabigi wa talaatu fil jannati jannada an fiirshay fa raaytu waxaan arkay akthar ahliha ku ugu badan inay yihiin kada yani haweenka nabi hadis wuxuu leeyahay naartan fiirshay meetan jannada weeyaan wa talaatu fil jannati jannada an fiirshay fa raaytu akthar ahliha dadka duafada ay tabartaran baa tabada وطلعت في النار النار تان ايغا فرأيت وحان اركي كذا وكذا هوينكا وبدن بدن بلي هوينكا وبدن معناه دو ماها هوينكا هذه نار تبدن يوا حديث كلا وحا كتوسيسا لغا غران كرا جنات انو بدن يي سو تقف البو حليا هوينكا دو مركا ادونكا لبا هوينو كيري سو مارت مركا دو مركا ايغا او سيدا وبدن مر وبدن نعو وبدن فمن زعم مركا ما دام حديث تان سو شغني اي كو عاديين ان الله ابو ري جنتي نبي غن بوقدو تغبا فمن زعم انه ما قفك الشيخ يقول جنتي نارتي لم تخلق لما ابور فهو مكذب بيننا يوي بالقران قران بيننا يعني القران كشكي وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات اعدت للمتقين جنتي بلا شكي بلا كد اعدت فعل ماضي ويا وحا لو دياري للمتقين تبلو دياري مكو حرو جرى ويا مرق قفك أسوء حبيني قرانك ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوك الوحي حبيني حديث رسول النبي عليه الصلاة والسلام قفك إلى الجنة نار تقول لما أبور أحاديث قرانك حبيني ولا أحسبه ملا مرين ما يه يؤمن قفك أسوء الرمي بالجنة والنار جنة النار تقول الرمي أمر ما يه ما دام ساء مسيح نبي حديث بحق كله هاي يعني حديث تكاه ليس أسلفة الجنة المتقين هذا سقلا ومن مات قفك أنت من أهل القبلة ذاتك أهل القبلة كم ده هذا ما ينشر أو هذا ما دوي. ومن مات قفك دينته أو من أهل القبلة ضدك أهل القبلة كم ده قفك دينته موحدا يسوع موحدة يعني موحد واحد هذا قفك إله سبحانه وتعالى كريه له أن وحكة لعاب من سبحانه وتعالى ومن مات قفك دينته من أهل القبلة ضدك أهل القبلة مسلمين ته موحدا يسوع إله سبحانه وتعالى كريه له وموحدة يصلى عليه والغوت كنايا هذول انت والغوت كنايا مرافقين تي لغا شيكين اي نبي عليه الصلاه والسلام والودي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره حتى ان قبره يستغى ولدي ها كنت جنبالي قال مرافق وقال قالوا لنا كسيدنا كتاب كور مركي اخري النبي عليه الصلاه والسلام وحال الشيغي waxaan ka soo hadalnay yani qaabka qabraha qofka lagu booqanay iyo qabraha la booqanay sidoo ka soo hadalnay marka ama salaada booqashada qabriga gaalada waxa way qofku isoo aakhirana ku soo xusto raba ayuu booqan karaa qabraha gaalada ay ku aasan yihiin qofku waa booqan karaa isoo qastigiisu ay tahay inuu aakhira ku xusto oo nabiga kaleey saatu wasallam oo hadiiskii hooyada markuu ka hadlay leey waa lay diiday inaan u damid afdal balakin waxa lay idmay inaan soo booqo قفك ولو تكن يا قفك أهل القبلة ويستغفر له ولو دم يدافع البيع الله سبحانه وتعالى بدم يدافع لو جري ولا يحجب عنه الاستغفار لقى حجاب ما يوم حي استغفارتي يدم يدافع طلبك ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى ولا يترك لقتك ما يوم الصلاة عليه تكشر لقت كنا يلو قتك ما يوم لذنب ذنب أذنبه وخدع وذنبه معنا صغيرا كان هذا مدير أو كبيرا أما هذا مدوينه ذنب بقى كدعى أدوك ما كنت جوجب الله ذنب كدعى مثلا لو رمي قفك أنا سالس من جدا ذنب الشركة قال لي ما هين قفك إسقاه والو قلت كنا صغيرا كان هاي يعني هذا مدير أو أمس كبير هو من هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى أركي سئ أمر كيسو وحي أهانا يا إلهي سبحانه وتعالى والحمد لله إله يوم هذا سكلا وحده وكلجس وصلواته نحري سديس الله سبحانه وتعالى نحري سديس نوحي هذا أمانتيس
على محمد النبي محمد يو آله أهل كيسا وسلم تسليما. إلهي سبحانه وتعالى كتابك أول واحد وطلق اللي حبر لك وابو بسنة ما دام يعني رمضان كنا سورده وياهي والله رب إلو ديار قروبه مركة انتهى سان مار كتابك إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كسو قبل قبيني. إلهي سبحانه وتعالى أكبر إلى نوافعه انت لقي ستي مغشي يا يعني نقب إلهي سبحانه وتعالى ود مدافه شيخ كتابك اسك قري ويعني احمد بن حنبل امام كلما يسغنا وحن لنا الله سبحانه وتعالى قبر جسنا هو واسعيو الله سبحانه وتعالى يعني هو بركيو عماش ودك مسلمين تسو بدي والله سبحانه وتعالى اعلى وعلى مساكم الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.